مرحبا بكم مع مطلع الفصل الدراسي الثاني. وردتنا كثير من الاستفسارات والأسئلة في مهارات نجاح الاستشارات التعليمية والتربوية. هذه الأسئلة والاستفسارات تتمركز حول محور أداء الطلاب في الفصل الدراسي الأول، وخاصة في اختبارات التحصيلية للصف الثالث والرابع والخامس والسادس ابتدائي. كانت لأول مرة الطلاب يمروا بتجربة الاختبار التحريري. لأول مرة الطالب سيدخل داخل قاعة وهناك مراقب وهناك زملائه وعندهم ورقة وفي سؤال، ولأول مرة سيكتب الطالب، وبالتالي كان من الطبيعي أنه يحصل نوع من الاضطرابات عند الطلاب. البعض من الأمهات، البعض من الآباء شعروا بانزعاج شديد جدا، ويقولوا أن أبنائنا كان مستواهم التحصيلي أقل من المتوقع الذي نحن كنا نتوقعه، فهل ابني ضعيف؟ هل ابني ما عندوش قدرات؟ هل أنقل ابني المدرسة أخرى جديدة؟ الإجابة لا، ابنك كان يمر بتجربة وموقف لأول مرة يمر به. أرجو أن تلتمسوا العذر لأبنائكم. ماذا نحتاج لعلاج هذه الظاهرة؟ 5 أشياء نحتاجها بشكل سريع. 1، تحديد مكامن وأسباب الضعف، وبالتالي يجب أن نزور المرشد الطلابي أو المرشدة الطلابية للتعرف على سبب القصور الموجود عند الطالب. الشيء الثاني، تحديد ما هي المهارات المستهدفة. هل هي مهارات القراءة أم مهارات الكتابة أم مهارات الأكاديمية بالتخصص الذي كان يختبره الطالب. رقم 3، عندنا البدء بعملية رفع مستوى التحصيل للطالب. لدينا الآن 3 أشهر، يجب أن يكون عندنا تركيز على مجموعة مهارات الابن. أعلم ابني الآن الحروف، وأعلم ابني الكتابة، وأعلم ابني تحسين الخط، وأعلم ابني مجموعة المهارات، وأركز مع ابني خلال الأسابيع القادمة في عملية تحسين مستمر. العنصر الرابع، يجب التركيز بشكل كبير جدا على بناء تقدير الذات عند الابن، وأن يتحمل الابن بنفسه مسؤولية التحسين. ندعو الله سبحانه وتعالى لأبنائكم بالنجاح والتوفيق. ركزوا على بناء تقدير الذات لأبنائكم، فهو الأهم. شكرا لكم.